والديل اللي هم مقدمينه ديل كويس. هو الباشا خرج بقى وسابك تقعد معايا عشان تقولي الكلمتين دولت ولا ايه يا باشا؟ انا عارف انت مراهن عليا يا اياد، انت مراهن على اسم عيلتك، عارف ان عيلتك اسمها كبير ولكم معارف كتير وناس واصله وواصله فوق قوي كمان، ومن مجرد انهم هيكلموهم هيخرجوك من اللي انت فيه ويمكن كمان يهربوك. المره دي انت غلطان يا باهر بيه، كل الكلام ده كله ما يفرقش معايا، يعملوا اللي هم عايزينه، انا المره دي مستبيع. انا كنت فاكر لما استخدموك انك انت ما كنتش تعرف حاجه زي حالاتي، لكن واضح انك انت كنت عارف كل حاجه من البدايه. هتفرق في ايه؟ كده كده النتيجه واحده. لا النتيجه مش واحده، عشان انا ما كنتش اعرف اللي حصل. لو كنت عارف ان العمليه فيها تفجير وقتل ودم عمري ما كنت عملت كده، لان ده اسمه اجرام وبالتالي انت مجرم. ما تحماش قوي كده يا باهر بيه، انت ما عندكش خلفيه ان في ناس قريبين منك قوي قوي متورطين معايا في الموضوع ده ولا ايه؟ ناس مين؟ مثلا المرحومه بنت المدام، ما كانش عندك خلفيه ان انا وهي كنا نعرف بعض كويس قوي ولا ايه؟ نعم انتوا كنتوا تعرفوا بعض؟ كنتوا تعرفوا بعض ازاي؟ يا اياد فكرت؟ فكرت وقررت كمان، انا مش هتعامل معاكوا واعملوا اللي انتوا عايزينه، انا عايز المحامي بتاعي يا باشا.